خياتي ديما نقدم لكم مسلوق جزائري وهو طعام وكان في المغاربة يطولو كسكس. تجيب الجلبانة والفول. شوف اخواتاتي، شوف اخواتاتي، ناخذ الفول اهو نقيناه، نقيناه من القشرة تاعو. هذي ناخذ القشرة ونحيو الفول تاعنا هكذا مع البازيلاء، هي الجلبانة البازيلاء كل واحد واش يقول لها، ونحطوها تفور هكا، نديرو لها سر تاعها بتجي بنينه، نديروها قرصة ملح وشويه سكر ونغطيو عليها ونخليوها تفور في قدرتنا من جهه، ومن بعد نوريكم كيف نفور الطعام ونواسيو الجلبانه مع الفول تاعنا. ها هي طابت هي والفول. ناخذ بوكا الطعام تاعنا يفور. ها شوفوا خواتاتي نحطوها يفور، وعلى بالي البنات كاع نسا يعرفوا يفوروا الطعام. مالو حنا نكملوا التفويه الاولى والزاوجه والثالثه، ومن بعد نوريكم كيف ندهنوا وكيف نخلطوه مع الجلبانه والبسمه. ها هو المسلوق تاعنا، ومن بعد ندهنوا قليلا من الزبده هكذا ولا السمنت البلدي ولا كل واحد والمنطقه تاعو. وهذا مسلوق جزائري يجي شهي، يجي روعه في البنه ولا في المذاق. سيوا خواتاتي وردوا لي في التعليقات، راني نقول لكم جربوه، ما راكم تستغناوش عليه، يجي هايل بنه حاجه هايله. الجلبان تاعنا هي البازيلاء والفول، ودوك نوريكم في وصفه الطبسي تاع التقديم. شوفوا خواتاتي ها هو المسفوف تاعنا، انا وسيناه الطعام، درناه المره الاولى درناه شويه زيت، ومن بعد فورناه، ومن بعد جبدناه بالتفوار ودرنا له الماء والملح وشمخناه، بعد كي يشف عاودنا فضلناه مرة ثانية، وعاد المرة الثالثة دهناه بشوية زبدة. لهذاك نقص لكم الوقت تاع الطفور تاع الطعام باش تعرفوه، اللي هو الكسكس. درنا له الجلبانة اللي فورناها مع الفول، والسر تاعها البنة قلت لكم قرصة ملح قرصة سكر ودخليها تفور، بعد نخلطوهم ودهناه بشوية زبدة ولا سمن، صبنا معاه بول تاع البن. شهية طيبة، ما تنسوش تفعلوا معنا وديروا لايك وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد. وبقوا على خير، بصحتكم بصحتي.